ايه حكش، انت خلصت شغل؟ اه خلصت الشفت بتاعي. طيب يلا بينا بقى نخرج. هروح فين؟ هروح في 60 داهية. طب انا هقعد جنب الشباك. ايه يا اخويا منك ليه، خلصت الشغل اللي وراكو؟ ايوه يا مصطفى خلصنا الزفت. عايز حاجة؟ عايزك تيجي انت وهو بدري عشان انتوا اللي هتستلموا الشفت مني. العشنا لبكرة. حتى لو متوا تبعتولي حد يستلم بدري مني عشان الحق انا الدفنة من اول.